عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة بقى جايين لكم بالسحور، بادئين معاكم رمضان كده ان شاء الله بالسحور. نسحر بقى انا والاولاد. ايه رايكم بقى في الترابيزة الجديدة ومعلقين الزينة بقى؟ احمد عامل لنا ده كله، انا عاملاه لكم على شطارة في المطبخ، وهو احمد بقى بيعلق لنا الزينة والترابيزة ديت وكده. وريتكم بقى شوية حاجات في الفيديو وبس. هسيبلكوا في اول تعليم مسابقة. احنا دلوقتي بقى عاملين فول والجبنة الطبيعي يعني بتاع السحور والزبادي، زائد بقى البطيخ. كل سنة طيبين يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. احسن حاجة في رمضان ربنا يا رب كده ما يقطع لنا عادة، حلاوة رمضان اللمة. بس كان في السحور بنتسحر مع بعضينا الاولاد وكل في الفطار نفس القصة، مش مثلا الاولاد كلوا قبل ما اجي من الشغل واكل انا ومسامير والكلام ده. فاحسن حاجة في رمضان بركة اللمة. فيا رب كده يا رب على طول. يلا معلش احنا فصلنا عشان سلمى كانت هتدلج من على الكرسي. لسه جديد يعني. احنا جبنا الترابيزه دي وجبنا الحاجات دي عشان نفرحكم ونقعد معاكم. طبعا مع الاولاد لازم يعني الفطار يبقى مع الاولاد. بس احمد كان بيقول ايه بقى؟ يلا قول. خلاص انا بقول. خلاص. يلا نسمي كده. استنى بقى في فيديوهات بتاعت الفطار بتاعت رمضان. استنى انت فاضل 10 دقايق على السحور. فطار رمضان ان شاء الله هيبقى تحدي ما بيننا وما بين الاولاد، يعني هما ياكلوا معانا في نفس الفيديو وفي نفس الترابيزه، بس هبقى اكلهم لوحدهم واحنا اكلنا لوحدي، وهبقى تحدي وهنعمل في بعض عقاب. هما يختار لو احنا خسرنا يعملوا لنا فينا عقاب، واحنا لو خسرنا او احنا لو كسبنا هنعمل فيهم عقاب. بس احنا متفقين عليكم. الاولاد اللي كنت تدينا بقى. اقعدي بقى هنا عشان اكلك ماما. اقعدش انا هجيب لك ماما. ايه بسم الله الرحمن الرحيم بقى كده وننحق الصحه. خدي يا سيدي انا مش تصب لي طعمك. انا اكلك ماما. قرب لهم. قرب لهم ايه؟ كل اكل جنبي. انا اكل فول عادي مش مشكله. امد انا ايدي. خدي الفول اهو يا سيف. حطه قدامك كده. ايوه انت يا حبيبي لسه الجو جديد عليه، مش واخدين على كده. احنا اول مره ناكل على ترابيزه زي سفره كده. بسم الله. خدي بقى اهو. عايزه فول؟ خد. كله يلا بشبعوا. ها؟ انت عايز بقى؟ اهو. 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 خدي فول. خلي فوق، انت عايزه فوق. ماما. يا جمال. شوف هيصوم السنة دي؟ يا سوفا هتصوم السنة دي؟ سيف شاطر هيصوم. هاي الطبق الزغنن. بس مرضي رجال البطيخ ده ورا. مش هيطول، مش هيطول اصلا حتى لو رجعت. رجع بس البطيخ. يلا استنى بقى يا زلمه. بتجيب لي ده تاكل دي ازاي يعني؟ معلش عشان الحاجه دي غريبه علينا شويه، فلسه بنشوف لها نظام كده. قوم اقعد على ركبك بقى. خد اهو. بقول لك انا حاجه، انا عندي حاجه حلوه. لا احسن استنى استنى. الفول ده انا اللي مدمساه. انا بحب ادمس الفول، بحب اشرب الفول من بره. اسلم لي يا اخويا. ايه يا سيد مالك متلخبط ليه؟ يلا شوفوا كل بقى، كل بقى الاكل قدامك اهو. يلا قربوا كلوا بقى كلكم. سميت يا سمير انت وياسين؟ الفول طعمه خطير. وعايز تكون في الشيء بصراحه. لا استني. كل يا سيد. كل عشان تلحق تصوم. شوف قول ما ده دنيا ده انا بقول عاوز اشرب. ده الفجر مش ده المغرب طبعا. اختي ما هو اهو اهو. بس والله صدقوا ان القعده ديت احسن بكتير
من هي قعدة الطبلية حلوة وكل حاجة وقعدة كويسة و... بس السفرة كده يعني تبقى قعدتها حلوة. أول مرة أقعد على حاجة كده عاملينها بجنود على الطبلية. وانا عايز اعمل حاجة اللي ما تضايقكوش. خد يا سلمى شاف هتولى خد اهو اهو شبين يا خشو قولي يلا ماما في الدرس ايه خد ابدا معنا ايش لا لا كله شاطرين. بحبش اكتر اكل السحور عشان ما يترميش عشان احنا مش هنفطر الصبح ومش هيرضوا ياكلوا في السحور بالليل. خد جبنه رومي يا سين انت ما بتحب الجبنه دي. خد يا سلمى. لا ما تخلوش اكتروا جبنه. معايا يا ماما الفول هايل. ماشي يا حبيبي. الفول ايه؟ هايل. الفول هايل. شاطر يا سلمى. خالص انا بالنسبه لي ماليش في الزبادي قوي. انا بالنسبه لي امشي على السحور الفاخره سخن بطيخ او اناناس. ياسين من اول التصوير لاخره باصص في الطبق. بص هو حواليك ياسين. تجول تجول في الاكل. الفطار بقى هيبقى حاجه جامده. فطار وسحور بقى زي ما قلت لكم كده هيبقى الاولاد ضدنا في نفس الفيديو. تصيحوا عاوزوا صوم النهارده. النهارده اللي هو يعني يوم وقفه رمضان. يقول لك لا النهارده صيام. انت ده قلتلي خالص. وانا نسيت اجيب المناديل. انت جنبك مناديل؟ لا مناديل فوق. كله بطيخ يا جدعان. لا البطيخ بعد الاكل عشان اعرف اكل. احسن حاجه تاكلوا بطيخ بقى في ميه كده يخلوكم ايه مش عطشانين. احنا قعدنا سنه كل يوم اناناس. سنه ازاي يعني؟ سنه رمضان يعني. سنه رمضان؟ الشهر يعني بتاع رمضان. الترجمه تنزل اخر حلقه. انا قلت كده برضه. شاطره يا سلمى جميله. قولوا لنا بقى رأيكم في الترابيزة. مش عارفة بقى انتوا شايفين النور ولا لأ. بس انا وريت لكم على شطارة. قولي يا سلمى. سيبيها يا جمل. يا جمل. قول يا سيد. يلا عشان فضل حاجة بسيطة على الفجر. يلا. فين بيقول أحمد يلا نحضر السحور. لسه بدري. نحضر لسه بدري. لحد ما الوقت دخل. احنا متأشرين الساعة 10. كلها فول.
شاطره سلمى. وبعدين تاخير السحور ده سنه. قول عندي سيف. سلمى هتفرد من حتفك حب. طبعا مش عارف تقول ايه. احسن حاجه ان الفول ما يفتش، دي احسن حاجه. الاكل ايه الاكل ما يفتش منه. لا لا سيبيها سيبيها انا هجيبها. شاطرة يا سلمى. طب سيبيها. شطور يا سيف. سيبيها. انا خلت حاجه بسيطه عشان واكل لسه ما فيش من ساعتين. ثلاث اربع ساعات. طب ما تاخدش حاجه كويس. اعملوا لايكات ومشاهدات وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي بيض معايا. لا ايه دي الفريق اللي بتبقى فاضي؟ تقول لكم نين نين بتوري له من نين؟ اه ده فول. طب بصي ده هولتيني كل فوق. زعل لسه مش واخدين على القعده دي. اول اكله على الترابيزه. جوه مام 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 يا جمال. قولي يا ياسين يلا شاطر يلا شاطر يا صوف يلا سمير يلا عشان تحاولوا تاكلوا وتاكلوا الزبادي. شاطر يا سلمى. شاطر يا سيف. سيف وسلمى هنصومهم السنه دي. هنصومهم لحد ما يصحوا من النوم وبعد كده هياكلوا عادي. عايزه ايه؟ تاخدي بيض؟ خدي بيضه. خدي بيضه. بيضه. خدها يا جماعه. ليه ليه؟ سمير وياسين طبعا صايمين. ماما. كلبة. يلا يلا. والعقاب هنعمله في نفس الفيلم بس ده مش على الكلام. يعني في الفيلم لو احنا اللي كسبنا واحمد هنعمل عقاب فيهم، لو هما اللي كسبوا يعملوا عقاب فيهم. انا وانت فريق ولا اولاد فريق؟ اه ممكن مثلا ايه انا وسمير احمد وياسين بس في نفس الفيديو. يعني ما هو ينفع بشكل يعني انا مرة انا وياسين مرة انا وانتي مرة ياسين وبابا. اه نعمل كده يعني تبقى فيديوهات حلوة ان شاء الله تعجبك. مش عارفه انت ليه بتاكل في الوش يا سي؟ كل الوش والظهر مع بعض، ما تاكلش الوش بس مش هيشبعك.
كلي يا سيف يلا عشان تاخد بطيخ. تاخدي بطيخ؟ ابص ايدك ما تعصروش على الهدوم. لسه لابسه والله العظيم الترنج ده جديد. هتبوظه بطيخ. انت يا حاجة. حاجة. هي وامها بيقشعوا البطيخ. كانت طالعه من اوضه العمليات بتطلع بطيخ من بقها. والله العظيم. والله يعني خلاص خلاص انت ما انت اهو الاذان هيدنا اهو. والله؟ يلا بسرعه يا ياسين يلا يا زميل. انا مش هسمع كلامه تاني. هو عشان عايز ينام كل شويه ويستنى شويه. ينفع اخد بطيخه خلاص الوقت مرق كل. ولسه فاضل لسه فاضل لسه فاضل 10 دقائق. 10 دقائق 5 دقائق. يلا. والله اما كانت طالعه من اوضه العمليات كانت بترجع بطيخ من بقها. وحدها. ببلعه بحالها. بسقطه على طول مفيش ندم. صح يا سلوكا؟ بتضحك على ايه يا عبيطه انت؟ مش عارفه بتضحك على ايه؟ عبيط هو بطيخ على جبنه. احلى حاجه بطيخ على الجبنه. في حد كان بيقول لي يعني ايه زي ما تكون ما تعامليش سلمى يعني بتعاملي سلمى احسن من سيف. هما كلهم عندنا واحد يعني بتقولي ما تبينيش قدام سيف الحنيه. مش عارفه صاحب كومنت قوي بس هي زي ما ايه ما تديش اهتمام قدام سيف لسلمى عشان سيف ما يتضايقش. بس هو سيف برضو ده سيف شاف الدلع كله. كل عيل من العيال شاف دلع. كل واحد راب الدلع. سمير كان اول ما شاء الله اول خلفتنا فتدلع قوي ودلع من جده وكان اللي هو عاوزه. ياسين شاف المستشفيات بس الدلع ما حدش بقى يزعله. محدش كان بيرضى يزعله كده عشان ما يتعبش او يعيط. وسيف نفس القصه. لا ده سيف بقى برضه متدلع قوي. سيف عشان اول ما اتولد دخل حضانه وكده متدلع بطريقه سيف طول النهار ما بيسمعش صوته طول ما انا مش موجود في الشقه. وامه تقول له كلمه ما يتنهاش. اول ما ناجي الدلع بقى يشتغل اللي هو عاوزه. لو لسه طالع من تحت وجايب له حاجه انا عاوز تاني انزل اجيب له عادي اللي هو ايه. وكل شويه تقول لي انت اللي مدلعه انت اللي مدلعه. هو اللي بوظ سيف في ايه بقى؟ انا بوظته؟ هو لسه راح ما رجعش هبوظه؟ لا ده سيف عسل. ده سيف امور حبيب. انت عامل زي محمد نجم كده ليه؟ شاطر يا سيف. يلا كل كمل اكلك يلا عشان الاذان هيدن. يلا شطور سيف ده عسل. انت كل ما تقول لك عسل تنفخ في خدودك. كل قول يلا يلا سيف عسل. ازيك يا عبيط انت؟ بصوا هما الاولاد كلهم عندنا واحد. كل الاولاد زي بعض. وسلمى بقى البنوته اخر سلمى بقى عشان بس البنوته بقى ايه بتتدلع شويه. بص البنوته شكلها عامل ازاي يا عسل. بص يا سلمى ده بقى عمال تنزل ميه البتاع على هدومك. سلمى انت صح يا اختي؟ صح هدومك الجديده يا اختي؟ هدومك الجديده ده امسحي امسحي. ده قلتي هدومك الجديده؟ ده قلت هدومي الجديدة؟ يلا كل بطيخ دوم يلا. قلت ما تكسرش؟ الهدوم مش بتقعد عليا دي. بصوا ايه ده؟ كل بطيخ يلا بقى عشان يلا عشان كلت؟ كلت؟ الحمد لله. كلت بطيخ؟ يلا 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 عشان تاخده يلا. يلا شوفوا تسيب بقى البطيخ ده ولا نقطع له من اللي جوه؟ كل ازاي هنقطع؟ لا ما تقطع على فكرة والله ما شاء الله دي دي تاني بطيخة بتاعتي اليوم. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ يلا يا سيف يلا يا سيف بقى. عايزة الجبنة؟ ده انا باكل اللي في الأرض. خد يلا كلته؟ أحسن حاجة كده اللي أنا شلت الأطباق فاضية وأغسلها. ما شلتش حاجة في الثلاجة. شكرا. مش وحشة يا حبيبي ده عليها إيه اللي فيه؟ ده عشان فيها بذر يعني وحشة؟ كلها. طب خد يلا. يلا بسرعة يلا عشان المغرب هيد الفجر ايه خلاص هو هيجي خلاص. دي عاوزة الصيام يبقى الساعة 5 ويخلص 5:10 اللي هو ايه؟ يا دوب 10 دقايق. حلوة أوي يا جدعان.
الزبادي بقى عشان نلحق ناكله النهارده يا دوبك، احنا نلحقه الصبح بقى ان شاء الله. انا ما باكلوش بصراحه. كل قمة الفول دي يا سمير، كل قمة الفول. يا اخي سلمى فيها يا سلمى، بص بتاع هيبدا مش يلا لا كلهم يلا شطار. وحشة انت، كفاية انت اصلا مش مستطعمة عشان كلت قد كده بتاع ده. يلا على فكرة مش ما تقعدش لك كده بواقع ايه. بصوا بقى ان شاء الله احنا كده خلصنا السحور، انتظرونا بقى في الفطار بتاع بكرة ان شاء الله اللي هو اول يوم رمضان، هنخش لكم بقى بالتقيل. بالتقيل. بالتقيل وهنبقى فريقين، هنبقى فريقين وهيتعمل عقاب. التقيل عند الشعب المصري ايه؟ ايه يا ترى؟ هتشوفوه بكره. وهنبقى فريقين وهيتعمل عقاب. قسم يا سيد. اللي هيكسب هيعمل عقاب. يا بابا ايه نزلي رجلك. قسم يا سمير، قسم يا سيف. قسموا انتوا الثلاثة؟ يلا ان شاء الله هنصوم. راحة فين؟ هتقعدي فين؟ اللهم اني نويت صيام شهر رمضان تقربا واحتسابا لوجه ربنا الكريم لما تيجي تفطروا قولوا دعاء بردك ايه وانتوا بتفطروا. احنا جايين نفطر بقى يا حاج. قولوا في الفطار. احنا جايين نفطر يا حاج. دي بقى ازاي؟ انا كده كده بقى انا صراحه اللي رمضان اللي فات كنت يوم اكل ويوم اصوم. سمير كان يجي قبل المغرب ب10 دقايق وانا مش قادر. لا بس السنه دي كابر لازم بقى يصوم. هصوم المره دي. ياسين بقى ما شاء الله بيصوم بقى له سنتين. لا 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 الفجر ده خلاص يا ماما. لا لسه يا جدعان فاضل 5 دقايق. طب الخمس دقايق بس بالراحه بالراحه. بروح انا نفسي اشرب البيبس. طب انا نفسي اشرب بيبس دلوقتي اعمل ايه؟ ايه ده في ايه في ايه عجوم ايه؟ طب انت هتفطر يا عم حسيت ان احنا اللي هنصوم. يلا بسرعه يا جماعه عاوز اشرب والحق انا. بس خد اشرب من البيبس بسرعه. في ايه؟ يوه بابا اشرب انا من ايدك. بروح يا سمير. ما ترجعش سمير بروح الفجر لسه فاضل له 5 دقايق. 5 دقايق خد ياسين حسبت اللي هو يلا سيب كل البطختين دول. يلا بقى يلا حبايب قلبي. وبكده احنا خلصنا السحور معاكم، واحنا قلنا نطلع بس نسحر معاكم كده ونعيش معاكم اليوم اول يوم سحور رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ووصلنا في فيديو بكره ان شاء الله التحدي على فطار رمضان اول يوم هيبقى جامد ان شاء الله باذن الله. وخش شوفوا على طرف المبنى احنا بنعلق الزينه. يلا يلا بقى يا حبيب قلبي سلام. يلا قولوا سلام. سلام. قول يا سيف. يا سيف يلا قول سلام. خلاص مش هقعد سيف معانا في التحدي بتاع بكره. يلا سيف مش هيقعد معاك. يلا كل سنه وانتم طيبين. سلام.